فهناك الرفع اليومي والليلي. جاء في صحيح مسلم عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، اي خطب فيهم كلمات موجزة، ايجاز مع جمع الكلم مع بيان الامور بدون اخلال. هذا هو البلاغة، هذا غاية البلاغة، هذا اسمه جوامع الكلم، هذا كلامه صلى الله عليه وسلم فوق الكلام، اي فوق كلام البشر. قال فينا بخمس كلمات، قال: ان الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، عالم ما بيصحينا، اذا نام لم يكن العالم. حياته وموته ورفعه وخفضه ورزقه وحياه وتصرفه وتدبيره وهواء ارسال ماء ارسال هواء تمساك الارض تمساك السماء، ايه لمين؟ قال: بوكل غيره. قال له: غيره منو؟ غيره مخلوق؟ ايه هالمخلوق كمان بدون ذات؟ قال: ما هو مخلوق، ما في الا الله، اله ثاني ما في انت. فلذلك لا يمكن على ان يوكل غيره الى اجل وعلا يا انسان، ولا ينبغي له ان ينام. يخفض القصة ويرفع، اي دائما يتصرف في امور العباد، خفض ورفع، اعزاز اذلال، احياء ايمانه، وهكذا تحرير تفكير، غشيان ليل نهار، كل هذا الدخل تحت خفض ورفع. يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا رفع في الليل رفع في النهار، رفع الليل رفع النهار بسبب الملائكة اللي معك، ملائكة الليل وملائكة ترفع الأعمال إلى الله.